شهر يناير شهر مهم جدا بالنسبه للرياضه المصريه، لان اغلب المنتخبات بتلعب الايام دي تصفيات اولمبيه، وخاصه منتخب الطايره سيدات ومنتخب الطايره رجال. وكمان بعد اسبوع كمان هيبتدي منتخب كره اليد برضو بيشتغل على بطوله افريقيا المؤهله للتصفيات الاولمبيه. حلم اي رياضي في الـ بيلعب رياضه هو الحلم والوصول واللعب داخل الاولمبياد، المحفل الاولمبي، لان المحفل الاولمبي ده بيكون كثيرين، كل اللعيبه من كل الرياضات متواجدين، طبعا نجوم العالم كلهم بيكونوا متواجدين داخل المسرح العالمي، هو ده المسرح الكبير اللي كل العالم بيتفرج عليه. بيتفرج عليه لان بيكون بيضم كل ابطال العالم في كل الالعاب، تخيلوا ان كل الابطال وكل نجوم العالم متواجدين في مكان واحد. اكيد دي اهم حلم عند الرياضي، واكيد لاعيبتنا وهما بيلعبوا باسم منتخب مصر عايزين يكونوا متواجدين داخل المحفل الاولمبي. نتمنى التوفيق لمنتخب الطايره سيدات ومنتخب الطايره رجال وكمان منتخب كره اليد عشان يقدروا باذن الله يوصلوا للاولمبياد في طوكيو، ويقدروا كمان يسعدوا الجماهير المصريه. بنتمنى لهم، بندعمهم ونتمنى لهم التوفيق، وكمان بنقول لكل الناس تدعي لهم، لان في الاخر بلدنا هتفرح لو ولادنا دول كسبوا في هذه البطولات وسافروا الى المحفل الاولمبي.